تبعناها في توزيع السيولة على زبائن مصرف الصحاري تتمثل في الآتي: إن احنا أخذنا الأرقام الحسابات من 1 إلى رقم 1500 في اليوم الأول، اليوم الثاني من 1501 إلى الحساب رقم 3000، اليوم الثالث من الحساب رقم 3001 إلى حساب رقم 5000، واليوم الرابع مخصص للنساء. ان شاء الله قول متوفر السيوله، استمر الموضوع كويس، لكن فتره طويله راح من شهر 8 ما صرفش بالنسبه للمصرف الصحي. أيوة. من شهر 8 ولا قرش رنا، لكن تو الحقيقه باه، يعني تقدر تقول معقول، يعني مادام استمر الموضوع وان شاء الله يستمر، ان شاء الله توفر السيوله والناس حتى تقل هالطوابير والناس وزحمه. شفتها زحمه بالجهه الثانيه؟ توفر السيوله ممتازه حاليا، موجودة بكثرة، ومنظم المصرف مقسم بالأرقام، ما فيش زحمة، ما فيش مشاكل.